استغفر الله استغفر الله من سلامك السلام بارك ذا الجلال والاكرام رضيت بالله. اللهم لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دائما في حياتنا نعيش بالشيء الذي احنا نريده. الآن دخلت أيام البرد علينا، وبعض الناس لا يجدون كسوة لهذا البرد، فنحس بالآخرين ونشعر بالآخرين ونشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فدائما بادروا وساعدوا بما تحسون من آلام أو من جوع أو من برد، حتى من بكسوة. دائما بعض الناس عندهم ملابس زائدة يأخذها يرميها في الدرام، تقدر توديها لأحد الدوائر الجمعية الخيرية لإعادة تصنيعها أو تنظيفها وترتيبها وتوزيعها على بعض الأسر المحتاجة. أتمنى التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.